صباح الخير، السلام عليكم. الو، بالنسبه للزلاف ديال الثالث، المستلم ديال المستوى الثالث، الو انا غندير لهم الدعم في الجروب ديالنا ديال الواتساب. الو غندير لهم اصبح الدعم، وقررت نبارطاجي معكم الدعم التلميذات ديالي ديال الثالث. الو غندير لهم الدعم بالنسبه للرياضيات. الرياضيات كاين بزاف ديال التلاميذ مازال عندهم سون بيرتوربي او نيفو دو دو لا بونجور صلاح. Alors, au niveau de la classification des chiffres dans un nombre. Alors, alors, bien sûr, il y a des chiffres qui sont très importants. Il y a 3 chiffres, il y a 6, il y a 4, il y a 1000. Alors, on a pris le nom de la prononciation. Alors, 100, 146. Alors, on va dire que D'accord, 146. Donc, هكا سمعناه 146. الوغ جو في دوني ان اوتر اكزومبل. مثلا اون فا بوندر، مثلا ناخذ هذا العدد هذا. الوغ صلاح تو دي سو نومبر قرب عربية. الوغ 236. تخي بيان 236. الوغ باش نفكو حنا هذا العدد هذا، باش نفكوه يعني باش نديرو على هذا الشكل هذا. الوغ شنو اول حاجة غادي نقراه؟ الوغ 100 ثاني، لان عندنا جوج ديال 100. الوغ حنا غادي نكتبوا هذا العدد، نديروا التفكيك ديالو بواحد الطريقه بسيطه. الوغ انا شنو غادي ندير؟ غادي نكتبوا كيف ما نطقتوا. الوغ شنو قلت؟ 100 ثاني، اذا هي 100 ثاني. وماذا؟ و6، لان هذه في واحد تنديرها في وحدات، و30. 236. الوغ اون فان دو كونت 236 تساوي 200 زائد 30 زائد 6. الوغ Alors, vous voyez comme il est simple, alors c'est très facile. Je ne sais pas si vous avez la clé directe, vous avez le téléphone, vous avez le téléphone, le WhatsApp, le Facebook, le YouTube Kids, vous avez le Alors, on a fait un peu de temps. On a fait un peu de temps. On a fait un par exemple. Alors, quel est le temps? Non, alors, 400. داكوغ. الوغ حنا بغينا نكتبو هاد العدد هذا على شكل نفكوه، يعني خص يكون عندي واحد الرقم العدد هنا زائد واحد العدد هنا زائد واحد العدد هنا، التفكيك ديالو يعني. الوغ انا باش نفكو، باش تجي العملية ساهلة، الوغ 465 شنو قلت؟ 400. الوغ 400 و 5، الوغ 5 مكلاسية هنايا الثالثة، غندير هي الثالثة، و 5 و 60، 60 غنديرها هنايا. هي نورمالمون ماشي ثلاثة راهي اللي ولا، لأن كندير واحدة في 10 في 100. أنا غير بو جيستيفي، لأن ديت لكم بالعدد أكبر. 465 إذا كتساوي 400 زائد 60 زائد 5. داكوغ، نعطيو آخر مثال. عندي مثلا 874. ألوغ ندير التفكيك، شنو كتساوي 874؟ ألوغ شنو قلنا؟ قلنا بلاش بدينا، قلنا 800. ألوغ 874. الوغ 874 تساوي 800 زائد 70 زائد 4. الوغ كون فوايي سي تري 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 فاسيل اي سي تري 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 سامبل. الوغ دابا حنا غنديرو العكس، غادي ناخذ واحد العدد ديزامورسي ونحاولو نجمعوه. الوغ نعطيو مثال اخر. الوغ عندنا مثلا عندنا 600 بلس 40 بلس 3. الوغ حنا هاد العدد بغينا نجمعوه. داكوغ. الوغ شنو عندنا هنايا؟ حنا غادي عندي ثلاثة ديال، الوغ عندي ثلاثة ديال لي كلاسيفيكاسيون، عندي لي زونيتي، وعندي لي ديزان، وعندي لي سونتيم. الوغ عندي هنايا ثلاثة ديال، يعني بغينا نقولو ثلاثة ديال المكونات. داكوغ، تخوا زاليمون عندي أنا هنايا، عندي لي سونتيم، وعندي لي ديزان، وعندي لي زونيتي. الوغ هنا كندير ثلاثة، بما أن عندي هنايا ثلاثة ديال العناصر، غندير ثلاثة ديال النقاط. ثلاثة ديال النقاط. الوغ نبداو نبداو من هنا. الوغ شحال عندي في الوحدات؟ عندي ثلاثة، تخوا. الوغ دابا غندوز للعشرات، شحال عندي العشرات؟ إذا العشرات التركيب ديالها هو العدد الثاني، هو الرقم الثاني. إذا عندي 40، يعني هي 4. 600، هنايا عندي الخانة ديال المئات، 600، يعني شحال عندي من 100؟ عندي 6.
الرؤية 643. Non, non, je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas encore terminé. Attends un petit peu. Alors, on a un autre chiffre. Je vais prendre un autre chiffre. Je vais prendre 100 + 60 + 9. Alors, on a un chiffre de moufkak. Je vais prendre un chiffre. Alors, tout simplement, la première chose que je vais faire, c'est que je vais prendre les éléments, les unités, les dizaines et les centaines. Alors, je vais prendre l'élément 1, 2, 3. Alors, on va prendre l'élément 1, 2, 3. Alors, on a 3 éléments. On a 3 points. 1, 2, 3. Alors, pour la première chose, je vais prendre les unités. Les unités, il y a 9. Alors, النقطة الثانية شنو عندي؟ عندي لي ديزاين 60 يعني شحال عندي من 10؟ ملي كنقول 60 يعني شحال عندي من 10؟ عندي 6 ديال العشرات هي 6. أنا غندوز لي سونتان 200 شحال عندي من 100؟ عندي 2 200 عندي جوج ديال 200 يعني 100 زائد 100 إذا غندير هنا 2 وبالتالي كيطلع لي العدد هو 269. داكوغ؟ ألوغ جيسبيغ كو فوزافي بيان كومبري سوسي. ألوغ ندوزو لحاجة أخرى. Alors, مثلاً نعطي عدد آخر. نعطيه مثلاً 500 مثلاً و 46. Alors, هاد 500 و 46 ملي كنقول أنا 6 وحدات ولا عندي العشرات ولا عندي المئات، يعني ملي كنقول 6 وحدات يعني عندي 1 2 3 4 5 6. داكوغ؟ ملي كنقول هنا عشرات عندي 4. ما معنى 4 عشرات؟ يعني عندي 10 زائد 10 زائد 10 زائد 10 4 ديال المرات. اذا هاد 4 ديال العشرات هي الاربع عادي. ملي كنقول 500 500 يعني شحال عندي من 100؟ كنقول 500 يعني دخلت هنا الخانه ديال المئات، يعني هي 100 زائد 100 زائد 100 زائد 100 زائد 100 شحال مره؟ 5 ديال المرات. أو راه هكا العدد ديال هذا يعني هذا الشيء اللي كتبناه هنايا ها هو المعنى ديالو. ألوغ ملي كنقول 6 الوحدات يعني عندي 6 ديال الوحدات ديال واحد، ملي كنقول 4 ديال العشرات يعني عندي 4 ديال العشرات، العشرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، يعني حزمة من عشرة وحدات. وملي كنقول هنايا عندي 5 ديال المئات يعني عندي كل حزمة فيها 100 وحدة، كل حزمة فيها 100 وحدة. ألوغ شحال عندي من حزمة فيها 100 وحدة؟ عندي 5 ديال الحزمات كل حزمة فيها 100 وحدة. هذه غير بور بيان إكليغسيغ لي شوز 100 وحدة. ألوغ كنتمنى أن المسألة هذه واضحة، كنتمنى أنكم يعني تكونوا حيدتوا هذا المالونتوندو، لأن شحال من واحد كيقرا العدد ولكن ما كيعرفش شنو كيعني. داكوغ، نعطيكم آخر مثال، آخر مثال باش يعني بور بيان رونفورسي لا كومبريونسيون. نعطيو مثال، نعطي غير أرقام صغيرة باش من ما نحاول نتمش بزاف باش ما نطولش عليكم. ناخذ مثلا 300 مثلا و نديرو 25 325. الوغ اش كتعني 325؟ ماذا اش كنعنيو بخمسه ديال الوحدات؟ الوغ خمسه ديال الوحدات كنعنيو بها 1 زائد 1 زائد 1 زائد 1 زائد 1 خمسه ديال المرات. داكوغ، دابا غندوزو للعشرات. اش كنعنيو بجوج ديال العشرات؟ جوج ديال العشرات يعني العشرة الأولى زائد العشرة الثانية، أو يعني كذلك أن عندي جوج ديال الحزمات، ها الحزمة الأولى والحزمة الثانية، وكل حزمة فيها عشرة ديال الوحدات. داكوغ، عندي جوج ديال الحزمات وكل حزمة فيها عشرة ديال الوحدات. ألوغ ملي كندوز دابا للمئات، ثلاثة ديال المئات أش كتعني؟ هي 100 زائد 100 زائد 100. أوكي، يعني 300. اش كتعني كذلك؟ كتعني انه عندي الحزمه الاولى، عندي ثلاثه ديال الحزمات. داكوغ، كل حزمه شحال فيها؟ الحزمه الاولى فيها 100 وحده، والحزمه الثانيه فيها 100 وحده، والحزمه الثالثه فيها كذلك 100 وحده. D'accord. Alors j'espère que vous avez bien compris. C'est tout pour aujourd'hui et à plus tard. C'était avec vous, Mourad. Oui, j'ai terminé.